خصكم تعلموا اللغة، غادي خصكم تعلموا الطرائف الجديدة اللي كاينة في الصحافة، غادي خصكم واحد التكوين مستمر. أنا بقيت كنفكر هاد الأيامات هادي غير في الطلبة ديال نادي الجامع. الطلبة ديال نادي الجامع في المغرب بالخصوص كان عندنا واحد الحاجة هي الحزب. لو كان ماشي ذاك الحزب والله ما يقدوش ما يكون في التراويح. هذاك راه تكوين مستمر. حفظوا القرآن اللي كانوا صغار ولكن كيقراوا الحزب كل شهر، يقراوا مع الجزر، يقراوا مع المغرب، فهمتيني ولا لا؟ باش كيبقاو حافظين القرآن الكريم من مبدا سيرو كيمشيو. يا ليت المغاربة يرجعوا للحماس والكثافة اللي كانوا بها كيقراوا الحزب ويديو ولادهم الحزب. راه هذاك الدرس يديو عيال ولادهم وعيالاتهم. انا راه كنت نطلب من السيدنا يدير الحزب ديال الرجال مع المغرب والحزب ديال العيالات مع العصر، كيمشيو يقراو الحزب مع العصر ديال لا. ف يعني باش تكون الامور واضحه في الدين ديالكم، هذاك المغربي اللي هو طالب ديال الجامع ما عندوش إلمام بالثقافه العصريه، ولكن لو كان ماشي داك الشيء ما يكونش حافظ القران الكريم بهذيك الطريقه. فكيفاش المغاربه لقاو هذه الطريقه باش يحافظ؟ وحنايا كان كيتخرج فينا شي واحد طبيب وتيدير بلوزه بيضاء او لا يعني وتيمشي وتيبقاش يتكون. ملي ما يبقاش يتكون عرفوا ما غينجحش، خصو يبقى يتكون في هذاك سواء كان طبيب ديال السنان ولا طبيب ديال المدينة. الصحفيون نفس الشيء. وانا نقول لكم اللي كنت كنشرف على جريدة الراية في البداية، الإصلاح والراية ثم التجديد، وكنت كنجمع الصحفيين وكنتكلم معاهم وكنوصيهم على هادشي. هادوك اللي عملوا بالكلام اللي كنت كنقول لهم وصلوا لمستويات راقية، والاخرين بقاو عاديين ولا غادروا المجال. انا نقول لكم الاخوان ديالنا في المغرب، غنقول لكم حنا محتاجين لكل شيء. ما تقولوش ما كاينش العمل، محتاجين اللي يكونوا جادين في مختلف المجالات ويقراو. شتي مصحح شحال ديال الاخطاء اللي كاينه في الصحافه؟ نحن في حاجه الى مصححين جيدين. مصحح جيد راه يمكن يطلب الاجر اللي بغى، صحفي جيد يمكن يطلب الاجر اللي بغى، ويمكن له يكون هو جريدته، ويمكن له يكون هو المجله ديالو، ويمكن يكون الموقع ديالو، ويمكن له يشري المواقع الاخرى. ما توقفوش، جا عندي اليوم واحد الولد بغى واحد الفيزا ما عطاوهالوش، قلت له موصيفتيه جا عندي قلعتو يا وليدي قرا في بلادك بعدا انت باقي صغير وكذا وتبغي تعرف الحقيقه. الحقيقه هي خصك تفكر في راسك، تكون انت فالابل. لكن انت فالابل راه الناس غيبغيوك وغيطلبوا عليك بريك الناشف فين ما كان المجال اللي مشيتي. قلت له شتي الا قلتي لي غتخرج تبيع الببوش غنقول لك راك غتنجح. إلا بعتي الببوش غلالة، إلا بعتيها زوينة ونقية ومطيبة مزيان، غيمكن يبقاو يجيو الناس من الرباط يشريوها منك. وقلت ليه علاش ناس معروفين في المغرب كاين فيهم اللي كيدير أمور بسيطة، كيبيع البيصارة. قالوا لي واحد في طنجة كيبيع البيصارة استطاع يملك العقارات. تيقوني ما بغيتوش تيقوني على خاطركم. انا متاكد انكم كتعرفوا هذا الشيء، ولكن بغيت نقول لكم اللي هو بحال اللي صحيح في البيصاره وبحال اللي صحيح في البوش، صحيح في الصحافه وصحيح في السياسه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.